سؤال آخر، هل أرحام الزوج هم أرحام الزوجة بالضبط؟ يعني كما يجب عليها أن تصل رحمها أقاربها، يجب عليها أن تصل أقارب زوجها بنفس الدرجة؟ السؤال، الجواب عن هذا ابتداء، لا شك أن المشروع للزوجة أن تكرم زوجها وأن تحسن التباعد له وأن تعاشره بالمعروف، ومن معاشرته بالمعروف إكرام أهله وصلة أرحامه، وكل هذا حسن وجميل ومندوب، لكن هذا من باب المعاشرة بالمعروف وحسن التباعد للزوج، وليس من قبيل صلة الرحم الواجبة التي أمر الله بها أن توصل. أرحام الزوجة ليسوا أرحاما للزوج، وأرحام الزوج ليسوا أرحاما للزوجة، إلا إذا كان بين الزوجين صلة قرابة نسب تجعل أرحامهما واحدة. والأرحام التي يجب أن توصل هي الأقارب من جهة الأب أو من جهة الأم على منازلهم ودرجاتهم من القرابة. حاجة الهيتمي يقول: المراد بالأرحام الذين يتأكد برهم وتحرم قطيعتهم جميع الأقارب من جهة الأب أو الأم وإن بعدوا. فليس في أقوال أهل العلم ما يدل على أن أرحام الزوج هم أرحام الزوجة، أو أنه يجب عليها من صلتهم ما يجب عليها في من صلة رحمه هي، أو يلحقها من مجافاتهم ما يلزمها من مجافات أهلها وقطيعة رحمها. إذا كان ذلك كذلك فلا ينبغي للزوج أن يلزم زوجته بزيارة أهله إن كانت تتضرر بذلك لجفائهم معها، لقسوتهم عليها، أو لغير هذا من الأسباب النفسية أو المادية. وينبغي له هو أن يسعى في الإصلاح بينهما، فلا يخبر أهله بحقيقة موقفها، ولا ينقل إليها تضجر أهله منها، بل يسعه أن يكذب ليصلح بينهما. فليس الكذاب الذي يصلح بين الناس فينمي خيرا أو يقول خيرا. نقطة البداية في إصلاح هذا الخلل أن نتدبر قوله تعالى: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. إن كثيرا من المتدينين لم يتحققوا بهذه الآية، لم تشرب بها قلوبهم: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة. النساء شقائق الرجال، التحقق بهذا تصديقا وانقيادا وبداية العلاج لهذا الخلل والخروج من هذه المشكلة.